تحت سماء أهرامات الجيزة الخالدة انطلقت النسخة الرابعة من معرض الأبد هو الآن للفن المعاصر في حضور 12 فنان عالمي من الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم علشان يقدموا رؤى فنية مختلفة. ده حقيقة دينا. المعرض بيجمع بين عراقة التاريخ وحداثة الإبداع بأعمال فنية مستوحاة من رمزية الأهرامات عشان نقدم تجربة بتدمج ما بين الماضي والحاضر يا دينا. كمان المعرض بيضم فنانين من دول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وبلجيكا، وده بيعكس ثراء ثقافي بيعزز مكانة مصر كمركز عالمي للإبداع. على خلفية أهرامات الجيزة العريقة يجتمع 12 فناناً من الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم في النسخة الرابعة من معرض الأبد هو الآن، حيث يتحول الموقع الأثري إلى ساحة إبداعية تحتضن الفن المعاصر، ويسعى المعرض إلى تذويب الحدود بين الماضي والحاضر من خلال تقديم تركيبات فنية فريدة تستلهم رمزية الأهرامات وتعيد تفسيرها برؤية فنية حديثة. افتتاح المعرض اقتصر على جولة خاصة للإعلاميين من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وأتيح لهم الاطلاع عن قرب على الأعمال الفنية المعروضة مع شروحات تفصيلية من الفنانين المشاركين حول أفكارهم وأعمالهم النحتية الضخمة. وسجل المعرض حضوراً جماهيرياً واسعاً اجتذب زواراً من شتى أنحاء العالم. يتميز معرض الأبد هو الآن بتنوعه الثقافي، حيث يشارك فنانون من المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند واليونان وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى خلفية الأهرامات. وبالتالي يشكل التاريخ العريق عنصراً تفاعلياً في التجربة، مما يسمح للزوار بأن يعيشوا تجربة الاستكشاف الأثري المعاصر بين الماضي والحداثة. ويشكل المعرض جسراً فنياً بين مصر والعالم، ويبرز مكانتها كمركز ثقافي عالمي من خلال استضافة فنانين متنوعين، ويجذب الاهتمام الدولي مع توافد الزوار من مختلف القارات للاستمتاع بتجربة فنية فريدة في موقع من عجائب الدنيا، ويتم من خلاله فتح حوار عالمي حول التراث والمعاصرة. وقد أصبح المعرض وجهة دولية يتهافت عليها الزوار، ويحجز الكثيرون رحلاتهم الجوية قبل وقت طويل لضمان حضورهم هذا الحدث الفني. ويحرص المعرض على استضافة فنانين يقدمون إبداعات تعيد تصور الأفكار التقليدية بوسائل معاصرة تشمل النحت والرسم وحتى التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ليعكس أصواتاً متنوعة تعزز الحوار الفني العالمي وتجسد الرابط بين الثقافات.